سنك كبير، موسم كان صعب شاق، في صعاب، المكسب ما بيجيش من فراغ، لانه يعني المكسب بيجي بتعب مع موسم طويل زي ده بيتخلله صعاب كتيره وكورونا وغيره وغيره. كلمنا عن الموسم ده. هو في البدايه الموسم كان يعني كان مترتب له عادي، اللي هو يخلص في شهر 3 او شهر 4 بالكتير، بس بعد الانتخابات بتاعت مجلس اداره الاتحاد وبتاع الموضوع طول قوي طول لحد شويه. يمكن 30 5 اهو. تمام، صحيح. الموضوع كان صعب ان انت تفضل تحافظ على الفورمه بتاعتك وتركيزك، وان الفرقه طبعا يعني ما تلعب مده كبيره ومستني بطولات، قعدنا مده كبيره مستنيين بطولات تتعمل. التمرين بدون هدف رخم تحدي تحدي رخم تحدي يعني، بيبقى ممل زياده عن صحيح. اللزوم، واللعيبه بتتعب، وحتى يعني يمكن مثلا بيلي كان عنده احتراف، انا كان عندي احتراف، في بعض اللعيبه لسه ما ربنا ما كرمهاش بموضوع الاحتراف ده، فبيبقى محتاج وقت تمام جميل قليل عشان يقدر يخش منافسات كتير 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 يبقى مبسوط، صحيح. انما بتقعد تتمرن من مده غير طويله بلا ماتشات ماتشات فالموضوع بيبقى رخم. صعب جدا. فان انت تقدر توصل للمرحله دي، ان احنا الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمنا بالسيزون ده على الورق تمام، او اللي يشوف السكورات يفتكر ان النتيجه سهله، لا اغلب لا لا، الماتشات 3-0 3-0 1 انتوا 3-0 اللي حاجات سهلتوها. كده، هي النتيجه كده، انما الماتش نفسه من جواه تمام، احنا قاعدين بره اللي بيلعب او اللي قاعد الكوتش او اكوال الدكه اكوال. ميتين تمام، حلو الكلام ده، حلو ميتين الملحوظة دي. من الشده، من الماتش بيخلص في اخر نقطه، بيخلص في اخر نقطتين، الموضوع رخم يعني، او مش رخم صعب. يعني، الموضوع مش عايز اقول لك شده اعصاب اكتر من اللعب نفسه صحيح. تمام. فالحمد لله رب العالمين يعني النتيجه مفرحنا كلنا صحيح. انتوا يعني، فرحتوا جمهور النادي الاهلي كله، عاملين حاله حلوه يعني، تنس الطاوله بامانه عاملين حاله حلوه يا كابتن، الله بصراحه حق اللهم يقال. لك الحمد يا رب، الحمد لله رب ويا رب العالمين، دايما وربنا يعني، يجعلنا دايما 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 عن حسن ظن لا الناس كلها حقيقي يا رب. حقيقي حقيقي.